تشري كيلو فاكهة كيلو عنب ب 25 جنيه ليه؟ أنا عايز أعرف ليه يعني. تشتري لحد يعني؟ ها؟ بس أنت لو تشتري ليك هتشتري ولا مش هشتري؟ هشتري إزاي 25 جنيه؟ أه إزاي معاش قد إيه عشان أنا أشتري كيلو عنب ب 25 جنيه؟ أنت مع المقاطعة دي؟ طبعًا مع المقاطعة. مش هتبطل أكل؟ أه ممكن أبطل أتفرج على تلفزيون، ممكن أبطل أسمع راديو، لكن مش ممكن أبطل أكل. تمام. مش حد هيبطل أكل. وهم عملوا مقاطعة للسمك قبل كده والسمك كان بيتباع، عملوا مقاطعة للحمة واللحمة كانت بتتباع. أيوة. وصل 860 جنيه وبتتباع. تمام. وعملوا مقاطعة للسمك خلوه غالي وبرضك بيتباع وبيتاكل. يعني هم عملوا المقاطعة السمك كان ب 12 جنيه 13 جنيه وصل 30 وبيتباع. هم مش بيقولوا على البياعين اللي زيكم، ما بيقولوا على التجار أصلا بيبقوا مغلينها من عندهم. ما يعملش مقاطعة بقى يبقى يحارب التاجر. تمام. ما تبقاش مقاطعة ويحارب فيها التاجر. يحارب التاجر ازاي؟ نعم. يحارب التاجر ازاي؟ يحارب التاجر بقى يشوفوا يعمل اتفاقية مع الحكومة، يشوفوا اللي هم اللي بتوع المراقبة دول ينزلوا يشوفوا بتوع التموين والحاجات دي. التموين والمراقبة ما بينزلوش سوقهم، لما بينزلوا على اللي زينا احنا بس. طب وانت بتيجي عليا انا تاخدني وتعمل لي قضية، ما تنزل للتاجر اللي هو بيغلي عليا اصلا. انت بتجيب حاجة غالية اساسا. شوف سواق العربية اللي لما البنزين غلي نص جنيه لتر زود هو الأجرة 100 جنيه. والبيع اللي زينا احنا يروح فين يعمل ايه؟ يعني هو ما يجيش لاخر حلقه او اخر مرحله ويقف عندها. هو هي المشكله في كده، احنا بنيجي عند اضرب المضبوط يخاف السايق. هو يجي عليا انا يأذيني، لكن هو مش قادر يأذي الكبير. هو ما يقدرش يروح لتاجر يقول له تعالى اتفضل معايا اعمل لك قضيه او هات بطاقتك اكشف عليك، لكن يجي عندنا هنا يعملها معايا. ما يقدرش يروح سوق العبور يعملها. الناس لما الحاجة بتغلى بقى بتقلل شوية الكميات، يعني حد يجي يقول لك عايز كيلو مثلا. ممكن انا ممكن احجه من الاستهلاك، لكن مش همنعه خالص. مش انا عمري ابني ما هيبقى نفسه فاكهة وهقول له لا. انا ممكن احرم نفسي منك، مش احرم ابني. صح. مفيش بيت خالي من الاطفال. صح. هو اللي بيعمل مقاطعة هو بينزل يجيب، محدش بيمنع نفسه من الاكل. يعني الناس اللي بيدعوا لكده هم بينزل يجيب برضه فاكهة، محدش بيمنع نفسه من الاكل. اكل والشرب دي اهم حاجة. محدش يقدر يمنع نفسه عن الاكل. انت جاي تشتري ايه النهاردة؟ اشتري موز. لاطفالك بقى ولا ايه؟ صح، ما هم الاطفال اكتر حاجه بيحبوها الموز. وايه تاني اولادك يحبوه؟ البلح وكده. بشتري مش مقاطع ولا حاجه، يعني لازم نشتري الحاجه غليت لازم نشتري. واحنا مع الحياه يبقى حل قدامك ايه مثلا؟ تقلل الكميه شويه او حاجه؟ ممكن اكون مثلا كنت بجيب مرتين ثلاثه، اجيب مره بقى كل فتره كده يعني عشان الاسعار بتبقى غليت. فيعني بالعمليه ماشي. بصي، هو انا لسه قاريه النهارده الصبح فعلا على موضوع المقاطعه ده، بس هي الفكره ان انت في اوقات يعني انت طبعا الموضوع مبالغ فيه فعلا، الاسعار بقت مبالغه فيها والنطه جامده ملهاش اي تفسير خالص غير ان البياعين بيرددوا كلام بيتداولوه فيما بينهم، انه انا العربيه بتحمل عندي اصل البنزين غالي، اصل مش عارف المورد اللي بيجيب لي هو اللي بيحملني فلوس الغلو ده، فانا بقوم احوله. انت الزياده الفظيعه اللي انت زودتها على الكيلو في اي شيء سواء فاكهه او خضار، انت عديت بزياده قوي الزياده اللي انت تحملتها في نقله الفاكهه او الخضار بتاعتك، وانت كده بتخسر طبعا الشخص اللي اشترى منك، لانه هو يقدر في حاجات ممكن يقدر يقطعها. طبعا انا بالنسبه لي في البيت عندي اطفال، ففي مفروض ان هم بياخدوا الفيتامينز من الخضار والفاكهه. صح. انا اكيد مش هقدر اقطعك مقاطعه نهائيه يعني، بس هقلل عدد الكيلوات اللي انا كنت متعوده ان انا بشتريها. بدل ما بشتري 2 كيلو او 3 كيلو في حاجه معينه مثلا، هشتري كيلو او كيلو ونص. يعني عدد المرات تقل برضه. بالظبط، عدد المرات هتقل. وانت الحاجه احنا في فصل دلوقتي صيف حر، والفاكهه ما بتقعدش وبتعرضها في جو مهما كان ظل، بس انت حر والحاجه هتبوظ عندك، فانت الخسران. مش من مصلحتك انك انت تزود عليا الزياده الفظيعه دي اللي تعدت الفرق بتاع المورد اللي بيحمله لك وهو جايب لك البضاعه. طب الفكره نفسها بتاعت المقاطعه شايفاها نجحت قبل كده وممكن تنجح في المجتمع المصري؟ لا ما حسيتش بصراحه، لانه هي انا واحده من الناس مثلا كنت يعني عايشه بره مصر لفتره طويله جدا، وقضيت سنين دراستي بره وجيت هنا مصر على الجامعه، بس شفت ان الحاجات دي بتعالج بره بان يبقى في كنترول من البلد نفسها كوزاره كرقابه. بالظبط، على الاسواق. يعني كان وزاره التموين الوزير كان قال هيبقى مش هيحصل فيه غلو في الاسعار، هيبقى في رقابه، هنحاسب اللي هيغلي على الناس عشان الشخص البسيط. عايشه فتره بره في دوله عربيه. فطبعا الحاجات دي مش بتحارب بالشكل ده،
ان احنا نفضل احنا المستهلك والمورد بنحارب في بعضنا وبنتخانق مع بعضنا والقائمين على السوق بيتفرجوا علينا، يعني فاهمه ازاي؟ لا هي مش هتحارب مننا ولا منه، لا بالمقاطعه بتاعتنا ولا بانه البياعين يقللوا السعر، لان هو كمان برضو متضرر في حاجه تانية، لكن هو لازم يبقى